بجد التحية بحضراتكم مضيف الكريم من نشر الكبير مهندس إبراهيم المعلم. قبل الفاصل قلت له عندك مجموعة من الاتهامات. الاتهام الأول أن أنت رجل كل العصور، رجل كل الأنظمة، كنت مع مبارك ومع سوزان مبارك، عملت معه بكل جهد، عملت أيضا مع الإخوان بكل جهد وعزيمة، حتى أن البعض حسبك على الإخوان وأنك إخواني من الآخر، والنهاردة أنت بعيد عن السلطة علشان في كشاشان منك. تعليقك. اولا طب ليه ما قلتش كمان السادات وعبد الناصر؟ يعني ده على اخر سني. انت بص، انت ناشر لك مكانه ولك تاريخ، نعم، وموجود في الحركه الثقافيه في مصر، واظن ان احنا راسخين في الحركه الثقافيه، وفي رؤساء بيجوا وبيمشوا، نعم، مش كده ولا لا؟ نعم. يعني لما انت تروح معرض، يعني انا ليا صوره في معرض الكتاب طالعه في الاهرام في الصفحه الاولى انا والسيده جيهان السادات. نعم. وبعدين بالصدف وهي سالتني اسئله، وكان وزير الثقافه وقتها منصور حسن. نعم. ومنصور حسن جه زار المعرض بالليل وشاف كتب اطفال. على فكره معرض الطفل ده اللي افتتحته جيهان السادات اختفى من الوجود. ما خلاص عشان الملك مات الملك. فشاف كتب عجبته الكتب وسالني اسئله. ازاي نحاول نرخص الكتب شويه نعمل ايه؟ وقلت له رايي في الجمارك على الورق وعلى الماكينات الطباعه وعلى دور المكتبات العامه في انها يبقى عندها ميزانيه بحيث ان اللي عايز يقرا كتاب يقراه ببلاش مش رخيص. وعجبوا الاجابه. فلما جت سيده جيهان السادات تفتتح المعرض سالني نفس السؤال قصادها. وقلت لها الاجابات دي. ولما كنا بنعمل كتاب، احنا عملنا كتاب للسيده جيهان السادات من كام سنه، قالت لي انا فاكره ان انت قابلتني في المعرض وقلت لي طلبت طلبات، ايه اللي حصل؟ تفتكر كان ردي ايه؟ قلت لها لسه بطلبها لغايه دلوقتي ولسه بقولها لغايه دلوقتي. طيب نرجع. انا بتزهق. انت بتقول لي انك كناشر طبيعي انك يبقى لك علاقه بكل الانظمه. انا مش ليا علاقه بكل الانظمه، انا ناشر مصري في مصر. وفي اوقات اظن يعني بنبقى من اكبر ومن اهم دور النشر في مصر. ده لا يمنع ان ممكن نقول فشيء منطقي الناشر رقم واحد، بس هل ما انت وظفت علاقتك بقى كده؟ فلما مثلا يبقى في معرض كتاب هيكون ليك وجود، وكنت انا رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس اتحاد الناشرين العرب. انا على وجودك ده، انا بتكلم على ان انت وظفت قربك للسلطه. هدي لك مثال، احتكرت ايام سوزان مبارك طباعه كتب مهرجان القراءه للجميع، ايام مرسي طبعت كتاب حسن البنا وعبقرية البناء عملت منه 10 طبعات، يبقى انت بتستفيد هنا بقربك من الاسرة الحاكمة. لا بس الحقيقة اللي يؤسفني ان دي كلام ليس له اساس من الصحة، ولا يعني كلام هقول لك ايه، عايزك تجاوب. اولا ده مش كلامي، كذب مطلق. اولا ده متداول، القراءة للجميع ما فيش حاجة اسمها طباعة القراءة، القراءة للجميع ده مهرجان لتشجيع القراءة. في حاجة تانية اسمها مكتبة الأسرة. مكتبة الأسرة. كويس؟ مكتبة الأسرة دي الوحيد في مصر اللي قدام السيدة سوزان مبارك كان بيقول إن هذا المشروع له مزايا كذا وكذا وله عيوب كذا كذا ولابد إن احنا نعالجها بالطرق الفلانية. هو أنا ولا زلت بقول نفس كنت الكلام. كنت بتقول ده لسوزان مبارك في اجتماعاتها؟ كنت بقول ده لسوزان مبارك. في حضور مين؟ في حضور الكل. وكنت يعني في حضور فاروق حسني وزير الثقافه، فاروق حسني وسمير شريف وزير الاعلام اياميها، كل ده كل الناس. وكنت بقوله في التلفزيون وبقوله في كذا حته، وكنت بطلع في التلفزيون بقول الكلام ده، وساعات يقولوا لي ايه ده انت قلت كلام خطير ما يصحش. قلته في كل مكان. كويس؟ وكنت بقوله قصادها. ومكتبه الاسره مشروع له مزايا ولا زال قائم. نعم. لانه ينفع ولسه بيتصلوا بيا من اول امبارح، وساعات بنعتذر. نعم. لان ساعات بيتصلوا بك عايزين منك ايه؟ عايزين كتب ان احنا نشترك بيها في مكتبه الاسره، وساعات في سنوات كنا بنعتذر لان كانت الاختيارات في راينا دون المستوى. انما مكتبه الاسره، انت عارف مصر بيطلع فيها كام كتاب في السنه؟ نعم. بيطلع فيها حوالي 20,000 عنوان كتاب في السنه. قليل ولا كتير؟ معقول، ده الواقع. نعم. لا انجلترا بيطلع فيها 100 وحاجه، امريكا. نعم. بيطلع 300 وحاجه. نعم. 300,000 وحاجه. ال 20,000 اللي بيطلعوا في مصر دول، مكتبه الاسره بتطلع كام عنوان؟ كام؟ اكتر سنه كان هي عندها حماس طلعت 140. يعني 40 عنوان فقط. يعني حجم مكتبه الاسره بالنسبه لحركه النشر في مصر قد ايه؟ ولا حاجه. طب ما بعتلهاش مؤلفات عندك تتعاقد معاك وتاخد فلوس. فهي حجمها
مبالغ فيه، لان كان بتنشر لرؤساء تحرير الصحف فبيكتبوا عليها، بتنشر لرؤساء الاقسام الصحفيه فبيكتبوا عليها. وانا رايي وكنت بقوله ان هذا خطا، مش مفروض تنشر لا لرؤساء تحرير الصحف ولا لرؤساء تحرير الصحافات. هي بتنشر لازم يبقى في سياسه واضحه، انت بتعمل مكتبه الاسره يبقى عايز ثقافه الاسره، مش عايز تجامل ده وتجامل ده وتجامل ده. مكتبه الاسره في العناوين اللي طلعتها في السنوات اللي فاتت مجموع الكتب، انت رايك مكان دار الشروق في السوق المصري قد ايه؟ كام في الميه؟ رقم واحد، رقم كويس لينا مكانه مش كده ولا لا؟ وبالنسبه للكتب المهمه والاكثر مبيعا عندنا مكانه كبيره جدا. دي قضيه تانية، بس رقم واحد انت. طيب احنا كل اللي طلعناه من كتب مكتبه الاسره اقل من 2% من اللي طلعته مكتبه الاسره. طب ايه بالنسبه لحجم دار الشروق في السنوات دي؟ اقل من 1.5% من حجم نشاطنا. فبالنسبه لنا وبالنسبه لمصر يعني ما استفدتش في مشروع مكتبه الاسره، كانت سبوبه حلوه ولا لدار الشروق بالعكس ودخل عشرات ملايين. مكتبه الاسره هي فيها فائده للقارئ بس، انا يهمني الفائده اللي انت قالت عليك. لا بتفوتش، انت بتعمل كتاب ميسر ورخيص، فهو كلها في الاخر المؤلف والناشر بالنسبه لهم ده شيء رمزي، القارئ هو اللي بيستفيد. طب انت عايز الدوله النهارده تلعب مشروع مكتبه الاسره؟ انا رايي انا رايي ان مشروع مكتبه الاسره لازم يتغير تماما. ليه؟ ليه؟ انت بتجيب كتاب، انا انت الفت كتاب وانا الفت كتاب. نعم. كويس؟ نعم. فجات مكتبه الاسره قررت انها تختارني انا. حتى لو الاسباب موضوعيه. فالكتاب اللي انا عملته بدل ما يتباع ب 50 جنيه هيتباع ب 2 جنيه. نعم. والكتاب اللي انت عملته هيتباع ب 50 جنيه، يبقى انت عملت ايه؟ عملت تفرقه. اكنك بالظبط بتعمل توجيه، بتقول للناس اشتروا الكتاب ده وما تشتروش الكتاب طب ده. طب عايز يتحل ازاي؟ هل دي فيه عداله؟ لا. لا. بس انا كقارئ غلبان وفقير حلو. لا لا، في فرق شاسع بين الاقتناء والاطلاع. انت عايز الاسره تقتني كتب تعمل حاجه تانية غير كده. عايز الاسره تيسر لها انها تطلع لو عايزه. يبقى قوي المكتبات العامه. انا هديك مثال، امريكا المكتبات العامه ميزانيه المكتبات العامه كام كل سنه؟ 15 مليار دولار لشراء الكتب من الميزانيه الفدراليه في امريكا. بريطانيا، فرنسا، ما احنا عندنا خوشاشه كده، تتراوح ما بين 2 ل 8 مليار. واخد بالك ليه بقى؟ لان المكتبه العامه لما بتشتري الكتب، اللي بيخش المكتبه العامه بيلاقي كتب جيده وجديده، وكل سنه عنده ميزانيه، مش كل سنه، كل شهر وكل اسبوع في جديد. في نفس الوقت انت بتوجه حركة المجتمع في التأليف وفي النشر نحو التجديد والتجويد، لان كل كتاب جديد وجيد مهما كان تخصصه مهما كان ارتفاع مستواه هيلاقي عدد من المكتبات العامة تقتنيه. طيب كويس. النقطة الثانية بقى من الاكاذيب اللي انا اول مرة اسمعها، كتاب حسن البنا وعبد، عمرنا ما نشرنا كتاب حسن البنا، ما حصلش. اهو دي كذب محض وتأليف وافتراء، يعني عيب. طب علاقتك ايه كانت بجماعه الاخوان في ظل عدم مرسي؟ علاقتي ايه؟ علاقتي انا لو مرسي نفسه لما قابلني انا ورئيس اتحاد الناشرين العالمي اللي كانوا جاي يطمن، قال له المهندس ابراهيم معلم ده ليبرالي علماني وضدنا، لكن احنا بنحترمه لان هو محترم في كل مكان. ده راي مرسي، فرايك انت ايه؟ وبعدين الوحيد اللي حصل خناقه واعتذر لي قبل الانتخابات كان هو الدكتور محمد مرسي، وحصل خناقه بسبب صحفي عندنا اتخانق مع حد عنده. كويس. فان انت تطلع اشاعات على الناس، احنا انا اظن ان دار الشروق لها مكانه في مصر وفي العالم العربي، بل بالعكس مكانه في العالم. اذا في ناشر عربي خد جوائز عالميه فهو دار الشروق. ما حدش خد جوائز اجمل كتاب اطفال في العالم مرتين ومره شهاده تقديريه غير دار الشروق. ما حدش خد كتاب جائزه من معرض فرانكفورت اجمل ضمن اجمل 10 كتب في العالم 3 مرات غير دار الشروق. فاللي خدوا مكانه احنا، اللي نشر لكل وكبار الكتاب والروائيين والادباء والشعراء والفلاسفه والسياسيين من مصر ومن العالم العربي هي دار الشروق. فدي ميزه كبرى ومكانه كبرى. خليك تقعد مع الرؤساء لكن ما تستفدش بيها. طب ما انا جميع، ما انا هسالك سؤال. طب ما انا قابلت ملوك كتير وقابلت رؤساء كتير في افتتاحات المعارض، بس انت عارف في مصر كله بيبقى نفس الدوله كله يعني، واخد بالك. وبعدين انما الاكاذيب اللي طب انا يعني عايز اعمل ايه؟ اصغر عشان الناس تتبسط؟ اصغر دار الشروق؟ الحل ايه في رايك؟ ولا ايه؟ مش عارف، انت اللي تجاوب، انت اللي ترد على الاتهامات. ما تسمعهاش. لا ما اتهامات لو انت شايف. انا اول مره اسمع. طيب تعالى خش على، اسال سؤال. طب انت ناشر كبير ودار شروق وعملت رسل الرأس واخد جوائز يعني حتى في الكتب الاسلاميه. لحظه بس، مين استاذ التنوير الاسلامي؟ مش محمد عبده؟ مين اللي عامل الاعمال الكامله لمحمد عبده؟ دار الشروق. دار الشروق. الافغاني مين اللي عامل اعمال كامله؟ خلينا ناخدك بقى الدكتور يوسف القرضاوي. مين اللي عامل كتب شيخ لازر امام شلتوت المحترم؟
دار الشروق. مين اللي عامل كتب شيخ الازهر الحالي؟ دار الشروق. ومين اللي عامل كتب القرضاوي؟ ومين اللي عامل ابراهيم المعلم ودار الشروق؟ وكويس. ومين اللي عامل كتب الشيخ الغزالي؟ مش الشيخ الغزالي ده احد رواد التنوير الديني في مصر والعالم كله؟ طيب. والشيخ والدكتور يوسف القرضاوي له كتب في التنوير الاسلامي، كل الناس متفقه ان انت في فرق بين كتبه ومواقفه السياسيه. ما ينفعش ان انت واحد عمل كتب على مده 40 سنه قديمه في الوسطية الإسلامية وفي التعامل مع السنة وفي فقه الأقليات وفي نبذ العنف، ويجي مواقف سياسية أنت ضدها فتحكم عليه، وإلا نبقى إحنا هنعمل زي الفل. يبقى الناشر إبراهيم المعلم يرى أن أنا ما يحكمش على مؤلف كتاب ديني ورجل له قامة زي يوسف القرضاوي. وبعدين لماذا لم تدافع عن ده في قلب معرض الكتاب وتخلي الكتاب معروض؟ ليه شلته؟ أولا الناشر عليه مسؤوليات كبيرة، عليه مسؤولية نمرة واحد نحو القارئ، نحو الوطن. ماشي ولا لا؟ نعم. ومن ضمن المسؤوليات انك يكون عندك من الكياسة انك لا تساهم في اشعال الفتن وازكاء المشاكل، وانك تدي فرصة للمتربصين يعملوا خناقة او يعملوا معركة او يضربوا حد او يعملوا كارثة. دي مسؤولية وطنية، وكل ناس لازم يتصرف فيها بمسؤولية وبحكمة. يعني انت تحدد مسؤولية وعندك مسؤولية قدام القارئ وعندك مسؤولية قدام المؤلف، مظبوط ولا لا؟ نعم. فانت دلوقتي الكلام اللي اتقال اللي عمالين يقولوه كل شوية كلام ضد بعض، يقول لك حصلت مظاهرات صاخبة في المعرض ضد، فناس رايحة تقرا بتعمل مظاهرات صاخبة ضد كتاب يبقى ده تركب دي. واذا حصل ان حصلت مظاهرة، مش قالوا كده رئيس الهيئة قال في مظاهرات صاخبة؟ اذا حصلت مظاهرات صاخبة والموظف الموجود رأى انه يشيل الكتاب عشان مظاهرات صاخبة، يبقى صح ولا غلط؟ الحقيقة كل اللي بيتقال اشاعات، وناس عايزة تعمل فتن وناس عايزة تعمل ما هي الحقيقة في كتب يوسف القرضاوي في جناح دار الشروق. في كتب جناح دار الشروق احنا كل سنة بنخش المعرض وكل سنة بنعرض جزء كبير جدا من الكتب الجديدة ومن كتب الشباب وجزء من الكتب القديمة، ولازم أراعي الظروف السياسية العامة فيما أعرضه من الكتب والطلبات. إذا أنا المعرض السنة دي كله شباب ومعظمه شباب، وعندي 200 كتاب جديد للشباب، مش دول اللي يبقى ليهم الأولوية؟ وإذا أنا حتى الموظف اللي هناك لقى أن في كتب معينة قد تسبب فتنة فقرر إرجاء عرضها الآن، ده يبقى قراره صح ولا قراره حكمة ولا قراره غلط؟ ما هيرجع لك، انت قلت له شيل الكتب القرضاوي؟ ما قلناش ولا شيل ولا حط. امال ايه؟ هو هياخد القرار من دماغه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ موظف عندك. هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول شيلنا وحطينا؟ بيقول ابراهيم المعلم شيل الكتب ويوسف القرضاوي. مين اللي قال؟ السوشيال ميديا والانترنت. جابوها من فين؟ ايه اللي عرفهم؟ يعني لو رحنا معرض الكتاب بكره هلاقي كتب يوسف القرضاوي؟ لا، ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش، بس النقطه اللي بيقول ده واللي عمل البيان اقرا البيان بتاعه، هتلاقي كل سطر ضد اللي قبله وضد اللي بعده. يعني من فين هو بيقول غضب ومظاهرات صاخبة؟ طب اذا في غضب، كان في غضب ومظاهرات صاخبة في المعرض؟ رأيك ايه؟ انا والله انا ما سمعتش. اذا في غضب ومظاهرات صاخبة مش عاجبها كتب، ده يبقى الموظف يعمل ايه؟ يحط الكتب اللي عامله الغضب والمظاهرات ولا يشليها دلوقتي؟ طب انت هو المعرض عليك ان تدافع عن ابداعات مؤلفيك. طب ما انا بدافع وانا بنشره. وتحط كتاب يوسف القرضاوي اذا كنت مقتنع. ده بص، هذه احطه في الوقت وانا عندي، لان ممكن بره يقول لك يا ناشر يا كبير ما ينفعش كده. لا، دافع عن مؤلفك. ما انا بدافع عن مؤلفي. ما انا دلوقتي انت ما سالتني عن يوسف القرضاوي، قلت لك ايه؟ قلت لك انه مؤلف مستنير اسلاميا، وانه ليه كتب متميزه في تاريخ الكتب الاسلاميه، وهو ان هو التلميذ الاول للشيخ الغزالي استاذ التنوير في الكتب الاسلاميه، وله مواقف سياسيه الناس مختلفه عليها. هل انت بقى ورئيس الهيئه ووزير الثقافه مسؤوليتهم انهم يحاسبوا الكتب والثقافه على الراي السياسي اللي عاجبهم ولا مش عاجبهم، ويعملوا ضجه ويعملوا مشكله ولا لا؟ ومن امتى هم بيتدخلوا ويشوفوا ايه اللي معروض واللي مش معروض بصفه اني صفه؟ يعني شايف ده تربص بابراهيم؟ انا شايف مش تربص بس، وافتعال مشاكل. الناس عايزه تعمل خناقه بالعافيه، مش هتحصل خناقه، مش هتحصل خناقه. طيب، ما في المقابل وبعدين احنا محترمين نفسنا ومحترمين كتابنا طب احنا مع ايام مبارك كانت المشكله مع مين؟ كانت مشكله في كتب هيكل، وكان كراهيه شديده لكتب هيكل. هل بطلنا نعمل كتب هيكل؟ ما كان في وقت المشكله في كتب علاء الاسواني، هل بطلنا نعمل علاء الاسواري؟ انت في كل وقت من الاوقات في مشاكل. المهم ان احنا نتعلم ان وظيفه الناشر هي حريه الراي وحريه الفكر والتنوع. انت لغايه دلوقتي ناس تقول لك ايه؟ مش عايز ده يكتب وعايز ده يكتب. هل احنا هنتقدم اذا ما كناش هنسمع غير راي روحنا؟ مش هنتقدم. طب ما انت عندك في قلب جريده الشروق هناك صوت. انا هسالك انت التدخل، انا هسالك التدخل الامريكي في العراق مش كان غلط؟ نعم. طيب، الناس اللي كانت ضد التدخل دي وبتتظاهر ضده
مش طلعت هي اللي صح في الاخر؟ طب لو انت وقتها قلت لا انا مش عايز اسمع كلامك وممنوع حد يتكلم ولا اشوف كتبك، كان ايه اللي حصل؟ ده كمثال مش كده ولا لا؟ نعم. النقطه انت نؤمن هذا المجتمع يؤمن بحريه الفكر وتنوع الاراء، وان حريه الفكر وتنوع الاراء خصوصا الاراء اللي مش عاجبانا هي اللي هتخلينا نتقدم، وهي اللي هتخلينا ما نغلطش، وهي اللي هتخلينا نصل للمستقبل ولا لا؟ طب ما في المقابل يعني في كتاب لطيف من الكتب اللي موجوده انا بنصح الناس تقراه، كتبه الدكتور محمد كامل حسين، ده كان راجل طبيب مشهور واديب هايل، كتبه من اكتر من 70 سنه، اسمه قريه ظالمه. هو بيحكي محاكمة المسيح. المسيح اتصلب بحكم، ايه الحكم؟ تريك مش فاكر انه كافر. هل المسيح كافر؟ لا طبعا، نبي مرسل وفق العقيدة الاسلامية يعني لم يصلب. لا انما متحكم عليه اللي حصل بعد كده، انما هو اتحكم عليه. سيدنا الحسين اتقتل واتهم بالكفر. فالمهم احنا هل هنتحمل حريه الفكر وحريه الراي؟ انت شايف المجتمع النهارده يتحمل الراي الاخر؟ لازم يتحمل معاه. لا شايف المجتمع المصري النهارده يتحمل ده؟ انا شايف دلوقتي عندنا مشكله، ان طبعا احنا بنمر بظروف صعبه. نعم. وبتحديات بالغه الجسامه في مصر وفي المنطقه كلها. نعم. فعامله نوع من العصبيه الشديده، مفهوم هذه العصبيه، لكن الخطر اللي بيحصل في حتت كتير منها الاعلام ومنها ناس، ان انت الحكايه دي بكررها من بقت بايخه، زي العقاد ليه كتاب عبقري اسمه معاويه بن ابي سفيان في الميزان، بيتكلم على اهم حاجه الانسانيه، والانسانيه هي ايه؟ انك تحب لاخيك الانسان ما تحب لنفسك، انك تحب الخير والحق والعدل والجمال والذوق، وان في الاخر الانسانيه ليها ضمير وليها موازين. الموازين دي هي هو بيقول عليها عرض الانسانيه، اذا الموازين اختلت اكنك فقدت عرضك. المصيبه بقى لما تفصل في وقت من كتر اللخبطه، مش بس الموازين تختل، الموازين تتعكس. فالاشاعه تبقى حقيقه والحقيقه تبقى كذب والحق يبقى المجتمع المصري يعيش هذه المرحله الان في الاعلام. في الاعلام. الاعلام انعكاس ولا سبب؟ لا سبب اكتر. وبعدين انا هسال سؤال، احنا الشعب المصري في جزء منه للاسف، ودي كارثه، ما خدنوش الحظ انه يتعلم. نعم. ودي مسؤوليتنا كلنا. نعم. مسؤوليه طبعا الحكومات كلها ومسؤوليه القادرين والنخب. نعم. فاذا عندنا جزء حرمناه من هذا الحق الاساسي. نعم. من حقوق الانسان. نعم. والحق الاساسي عشان يقدر يعيش ويقدر يكافح ويشتغل ويخش المستقبل. هل بقى استغل الناس اللي مش متعلمه دي ان انا اضحك عليها واضللها واغسل مخها، ولا ارفع مستواها؟ ده اللي بيعمله الاعلام النهارده؟ جزء منه. في جزء هايل. في جزء مسؤول ووطني ومهني ومحترم. شايف في جزء في الاعلام بيضلل الناس. ما ينفعش. الاعلام النهارده موجه واحده ولا بيحمل اراء؟ احنا بنبني بلد ولا احنا لازم تبص، لازم تبص نظره في تاريخ وفي مستقبل. نحن نبني بلد. البنى عشان نعمله صح هناخد وقت اكتر وجهد اكتر ونستحمل اكتر، لكن هيبقى بنى على اساس سليم. طيب بس عايز اقول، لو بننتقد حتى الاعلام، ما انت بتساهم فيه وبتتاجر فيه وبتصنعه ايضا. لا بتتاجر، لا يعني ايه بالنشر، الصحافه يعني. واظن احنا بنبذل كل جهدنا ان احنا نكون على اكبر قدر من المسؤوليه وعلى اكبر قدر من الانسانيه، لان انا رايي اذا فقدنا انسانيتنا فقدنا كل شيء. طب الاعلام النهارده مفتوح امام كل الاراء، انت شايف كده؟ عندنا كده، عندك في الشروق. طب ما ده متاخد عليك. طيب ما هو دي النقطة اهي. هل ما هو بتجي لك تليفونات؟ بتجي لك تليفونات؟ لا دلوقتي لا. الكاتب في الصفحة الأخيرة كان لا دلوقتي لا. مش كده لا بس هو اللي زعل أكتر إن أنت في عدد من اللي فاكرين نفسهم نخب واللي نفسهم منهم قادة عندهم من ضيق الصدر وهقول لك ايه، وضيق الافق، انه مش عايز يسمع غير الراي اللي ريحه ورايه هو، اكنه عايز طول النهار يتفرج على روحه في المرايه، مش هنتقدم. دي نخب ايه، في السلطه ولا بره السلطه؟ بره كمان. بره السلطه. ودي كارثه، ما هو ده التأثير. مش عايزين يسمع الراي الاخر. مش عايز يسمع راي غير رايه هو. بس يمكن مهندس ابراهيم ده راجع لانهم في لحظه من لحظات الشروق
كان فيها وائل أنديل، كان فيها أحمد منصور طيب كويس، وكان فيها سلام احمد سلامه وعمرو حمزاوي وفيها جميل قطر وفيها عمرو حمزاوي وفيها فيها 80 كاتب وعلاء الاسواني وعلاء الاسواني ويسري فؤاد وعبد الله السنوي. طب ما عبد الله السنوي بيكتب في دار الشروق المقالات البديعه اللي الرئيس السيسي النهارده كان كل كلامه مع عبد الله السنوي، وحتى حمدين صباحي المقاله البديعه اللي كانت نزلوا من يمين اللي كان بيكلموا فيها الرئيس النهارده، ما كلها نازله في الشروق. يعني مقالات الشروق لا تقلق ابراهيم المعلم بانه يصبح من الشخصيات المغضوب عليها بعد 30 يونيو؟ انا ما اظنش ان انا يعني مغضوب عليها من مين؟ ما ده كلام نسبي. الاسهل ايه؟ الاسهل انك تحترم، ما شوف انت يعني الاتهامات الحاجه وعكسها، تحترم حريه الراي ولا الاسهل انك تمشي مع الرايجه؟ يعني كل واحد صعب موقف. والاصعب ايه؟ الاصعب انك ما تمشيش مع الرايجه. والاشرف ايه؟ والاكثر وطنيه ايه؟ انك تحترم حريه الراي والتنوع وتسري بوظيفتك كناشر. اتحاد الناشرين الدولي قايم على حاجتين اساسين من 1896، الاساس الاول حريه التعبير، لان هو يعني مستعد ان تدافع. الاساس الثاني عن حق كل واحد يكتب في الشروق. طبعا. طب انا طلب مني طلبات، طلب مني ان انا ما الاستاذ سلام احمد سلام ما يبقاش رئيس تحرير، وكان هو رئيس مجلس تحرير وافتخر ايام مبارك سلام. كويس. وطلب مني ان انا افصل الاستاذ جميل مطر. كويس. ما فصلت دفعت مين مطر فعاد مبارك. وطلب مني ان علاء الاسواني طلب مني حاجات كتير. كويس. طب فعاد مرسي طلب منك حاجه؟ طلب مني ان انا ما انشرش الهيكل. وطلب مني بصراحه بكذا طريقه من الطرق وباغراءات واغريت بحاجات، وهتبقى وزير وهتبقى وشرين الدوله هتتفتح لك، وتقال لي كلام كتير جدا في حاجات. لكن في الاخر المكاسب. طب فعاد مرسي طلب منك ايه؟ فعاد مرسي يعني شتمنا شتايم مقزعه ان احنا جريده ضد الاسلام وضد مش منه هو، من ناس تانية من الحزب، وان احنا جريده منحطه ورئيس مجلس ادارتها منحط. طب كيف اقنعت البرادعي ان ينسحب من ماراثون الرئاسة؟ اول مره اسمع ان انا اقنعته، ده انا اتخانقت معاه انه انسحب. الناس بتقول كده في الاجتماع الشهير وجبت البرادعي. اظن الله اعلم، بس اظن اكتر واحد كان بينصحه واقرب واحد كان ليه كان هو الاستاذ ابراهيم عيسى. نعم. وبعدين في الدكتور برادعي في يوم كده دعا حوالي 16 واحد لاجتماع، وانا كنت منهم، ناس كتير يعني. نعم. وبعدين قال لنا انا عايز اقول لكم ان انا قررت الانسحاب. فقلنا له ليه قررت الانسحاب؟ قرار غلط، ده لسه كان لسه الانتخابات بدري. نعم. فقال لا ده انا اعلنت خلاص القرار اعلن. قلت له طب جايبنا ليه لما انت اعلنت؟ تعليقك ايه على موقف زي كده لما تسمعه من برادعي وكان مرشح للرئاسه؟ من ايه؟ يعني شخص بيعلن وانسحابه. انا ما اعرفش هو انسحب ليه لغايه دلوقتي. تقييمك السياسي لشخصيه البرادعي؟ لا صعب انك تقيمه. شوف البرادعي راجل ليبرالي، خدم في مؤسسات دوليه، ما اعرفش هو محنك سياسيا ولا مش محنك سياسيا، كان في وقت عنده شعبيه هائله كان لابد انه يستغلها احسن من كده. يعني ابراهيم المعلم مش عارف يقيم البرادع محنك سياسيا؟ ما بقول لك لا، ما اظنش انه محنك سياسيا. ما اظنش انه محنك سياسيا، وكان في عنده فرصه او كذا فرصه ان كان عنده شعبيه طاغيه كان يقدر يستغل هذه الشعبيه اكثر مما فعل. انسحابه كان صح ولا غلط؟ يعني انا رايي غلط. غلط فعلا. لو كمل كان ممكن محدش يعرف، بس كان لازم يكمل. كان لازم يكمل. ما هو اصل هو ده مبدا، هو انت اذا ما كنتش ضامن المكسب بتكسب ما تخشش. ما دي الثقافه المصريه فيها لك فيها. طيب بعد التحرير ليه؟ وبعدين انا هسالك سؤال. انا اللي بسال هنا. انت في الاخر الانتخابات اللي وصلت ما بين الدكتور مرسي والفريق شفيق، ما الناس كانت متضايقه من ده ومتضايقه من ده. نعم. لو كان في واحد ثالث، لو كان البرادعي او عمرو موسى او حمدين صباحي كان كسب. كان كسب. طيب ابراهيم المعلم النشر الكبير لماذا بعت صحيفه التحرير؟ لان في الاخر ما هو انت كان عندنا الشروق التحرير. على فكره انت في ناس هنا كانوا بيشتغلوا في التحرير عشان اللي بيسالوا برضو اسالهم. انا عملنا معاهم اجتماع في الاول، سالوا لي سؤال. قالوا لي طلباتك ايه والخطوط الحمراء ليه؟ قلت لهم انا ليس لي اي طلبات نهائي، والخطوط الحمراء هي انتوا. طب ما انتوا هو بس، وارجوكوا تبدعوا وتعملوا افكار جديده. ده لقاءك معاه طول النهار، طول النهار بس تفكروا ان في مسؤوليه
نحو وتنقود احد ضميركم. لماذا بعت التحرير؟ لان الضغط المالي بقى اكثر من الاحتمال. فشلت يعني تحت رئاسة ابراهيم عيسى؟ لا ما فشلتش. ما وزعتش؟ ما جبتلكش اعلانات؟ لا ما هو بص اصل الفشل والنجاح نسبي برضه. انما انا ما كنتش اقدر استحمل اكتر من كده انا. نعم. طب ما هو نفس المنطق تبيع الشروق. لا ما انا مستحمل اهو يا اخي. يعني انت عايز يبقى حاجه فينا. طب معاك جردان بتروح ليه تعمل جردان تاني؟ بنعمل جردان. ما ده احتكار. لا مش احتكار ايه ده في ما انا عارف. طب في 200 جرنال. طيب انت معاك جردان. عارف التحرير ده جه ازاي؟ نعم. ابراهيم عيسى عايز يعمل جرنال. كويس؟ وجاء قال انا عايز اعمل جرنال. وانا مش عايز حد من اصحاب الاموال اللي ما لهمش علاقه بالثقافه. نعم. فانت راجل طول عمرك ثقافه ونشر وده جزء من نشاطك. فهل تقبل ان انت تعمله؟ طيب الشروق عرضها للبيع؟ الجريده مش دار النشر. ده برضو من ضمن الحاجات اللي لا احنا بنسال يعني ممكن نلم من بعضينا ونشتري. الشروق معروضه للبيع كجريده؟ لا خالص. قصدي اسمها ايه؟ ايه؟ جريدة شروق. هي فما ينفعش تبيع اسم الشروق. ولا ايه رأيك؟ ما حدش تبيع ده. نعم. ليه لحد دلوقتي ما فيش رئيس تحرير لجريدة الشروق؟ رئيس التحرير الأستاذ عماد حسين. ما شلتش ليه كلمة التنفيذ؟ اتشالت. إيه؟ إلا لو هو ما شالهاش، اتشالت امبارح يمكن. اتشالت امبارح؟ النهارده حاجة كده. لأنك سبت سنة ونص تنفيذي. راضي عن الأداء التحريري لجريدة الشروق؟ راضي ومش راضي. مش راضي ليه؟ راضي خلاص عارفينه اكيد لحاجات كتيرة حلوة. انا نفسي واظن ان مكانة مصر الثقافية وامكانياتها الثقافية والفكرية وتاريخها لابد ان يكون عندنا صحافة مستواها عربي ودولي. انا عايز جريدة الشروق تبقى زي نيويورك تايمز زي الجارديان واحسن من الحياه والشرق الاوسط. ما تعمل ما انت الناشر وانت اللي معاك الفلوس. بص واللعيبه في السوق. لما نوصل كده ابقى راضي. لكن انت مش راضي عند هذا الاداء. انما طب ما تقدرش تعمل يعني اللي وصلك. انا اظن ان اكثر جريده بتحاول جاهده ان يكون لها موضوعيه وأن تعبر عن وجهات النظر وأن تنقل الحقائق وتحترم القارئ ومفيش أي تأثير للمال عليها هي جريدة الشروق. المحرر عندك ما بيقبضوش صح؟ لا مش صح. ملتزم يعني ساعات بيحصل تأخير بس ده شيء طبيعي من ظروف البلد كلها كده. بس ما بيكسر لكش شهرين ثلاثة؟ لا. الدنيا ماشية؟ الحمد لله. طيب خليني أكلمك فيما تبقى من دقائق عن الصناعات الإبداعية الابتكارية. اول حاجه يعني ايه صناعات؟ احنا ضيعنا الوقت في الاشاعات. لا اشاعات ما ده اللي بيمشي مع المصريين. طيب قول لي يعني ايه صناعات ابداعيه ابتكاريه. بص يا سيدي الكمبيوتر اللي انت حاطه قصادك ده لولا المكون الاختراعي البشري اللي فيه كان هيبقى ايه؟ حته حديد وحته ازاز وحبه رمل. نعم. ولا هيعمل حاجه. نعم. اللي عمل الحديد والرمل ده عمله ازاز والرمل ده عمله كمبيوتر والرمل ده عمله كذا. ده ايه؟ ده المخ. المخ البشري ده الملكيه الفكريه اللي العالم اقتنع ان التقدم في كل المجالات بتعمله الملكيه الفكريه. لا بيعملوا الطوب ولا بيعملوا الشجر ولا بيعملوا الحجر. بيعملوا ايه؟ انك تعرف حتى الشجره تخترع طريقه جديده للزراعه. انك تخترع دواء، انك تكتشف او تخترع دواء جديد، انك تعمل مكنة جديدة، انك تعمل تلفزيون جديد، انك تعمل كتاب تعليمي مبدع، رواية هايلة، فيلم كويس. ان هذه الصناعات الابداعية هي اللي بتعمل التقدم للانسانية في مختلف المجالات، بما فيها البرامج التعليمية، بما فيها الكتب، بما فيها السينما، بما فيها الطب، بما فيها الزراعة، بما فيها الصناعة. في صناعات اللي هي كلها قائمة على الملكية الفكرية، العالم سماها الصناعات الابتكارية، الترجمة هي كرييتيف اندستريز، تقدر تقول ابتكارية وتقدر تقول إبداعية، بس احنا كلمة الإبداع ابتذلت هنا. نعم. فهذه الصناعات حجمها في العالم أكثر من مليار ونص، من تريليون ونص، يعني مليون مليون ونص. كويس؟ 1500 مليار دولار. 1500 مليار. ايوه نعم 1500 مليار. ايه هي؟ كويس. منها النشر 128 مليار دولار. المجلات والدوريات، خد بالك، الصحف والمجلات والدوريات، الدوريات اللي هي الدوريات العلميه 277 مليار. الكتب 151 مليار في السنه.
البرمجيات حوالي 300 مليار دولار، الموسيقى والمسرح والأوبرا 50 مليار، السينما 40 مليار، البرامج الدراما في التلفزيون والراديو 105 مليار، الفنون البصرية والتصوير حوالي 40 مليار. الصناعات دي في دول زي أمريكا، زي كوريا، زي سنغافورة بيشتغل فيها حوالي 10% من القوى العاملة، وساعات بتجيب لهم حوالي من 5-10% من الدخل. واكتشفوا ان هذه الصناعات هي اكبر صناعات بتنمي، هي اكبر صناعات بتؤثر في الانسان، هي الصناعات اللي بتنمي ثقافة وعلم الانسان وتخليه يعمل تنمية صناعية واقتصادية وزراعية وطبية، فهي اهم صناعات في العالم. ولذلك بتلاقي وزير ثقافة بريطانيا مش وزير الثقافة، هو وزير الثقافة والصناعات الابداعية والرياضة والتراث. ما خد بالك هناك الوزير، احنا عندنا كل حاجة قد كده ليها وزير، كل حاجة قد كده ليها وزير. طيب مصر موجودة في الخريطة دي؟ احنا عندنا هذه هي قوتنا الناعمة، لان انت في كل هذه الاشياء عندك تاريخ، عندنا عندك تاريخ وعندك كوادر وعندك سوق طبيعي. سوقك الطبيعي اولا مصر 90 مليون، الدول العربية، الدول العربية مظبوط ولا لا، الدول الاسلامية، وساعات دول افريقيا. ما انت الافلام بتاعتك لما بتنجح بتوصل لكل دول. كتابك هو اقدم صادرات مصر في العصر الحديث، هو الكتاب. الكتاب المصري كان بيوصل لغاية اندونيسيا شرقا وموريتانيا غربا، ده من ايه؟ من 1860. شوف من كام سنة انت بتصدر. اما بتصدر بقى الثقافة مش بس بيجي لك عائد بعملة صعبة، انت بتصدر فكرك وبتصدر ثقافتك وبتقوي استراتيجيتك وامنك، واللي بيقرأ كتابك ممكن يستورد قميصك، ممكن يستورد بدلتك، يحب يجي بدلتك. انت عايز مصر تبقى قوتها الناعمة النهاردة هي الصناعات الابداعية دي، ده مستقبلنا. ودي اكتر حاجة عندنا ميزة نسبية فينا، ما عندناش ميزة نسبية غير كده. عرضت هذا المشروع على حد؟ مش هقول، ما هو برضه بحة صوتي، ادينا بنقوله معاك تاني. بس النقطة التانية بقى ايه؟ في هذه الصناعات الإبداعية عندك قوة ضاربة. عاوز؟ عندك قوة ضاربة اللي هي معرض الكتاب. معرض الكتاب هو أكبر حدث ثقافي عربي إسلامي في العالم. مفيش حدث ثقافي عربي إسلامي قد معرض القاهرة، ولا بيخش له زوار قد معرض القاهرة. حتى شوف الكرة اللي ليها شعبية مهولة، انت هنا بيقولوا ايه؟ ان عدد الزوار بيزيد عن 150 ألف كل يوم. من مختلف الأعمار. امبارح مش كده ولا لا؟ انت ماتش الكرة في الغالب لو حصل كله، خد بالك الاستاد ساعته 63 ألف مش 100 ألف زي الناس ما بتقول. فحتى شعبيا هذا حدث مهول. ازاي انا المعرض ده بقى اطوره ويبقى وسيلة لتصدير كل ثقافتي؟ يعني انت فرانكفورت ده اللي هو معرض في العالم، ما بقاش كتاب بس، بقى كتاب وسينما، وكل سنة بيعملوا ضيف شرف وكل سنة. بس هناك مش معرض للبيع، معرض. هي البداية ان يبقى وزير الثقافة في مصر ازاي وزير الثقافة والصناعات الابداعية؟ لازم يبقى كده، ولازم وزارة الثقافة تكبر ويبقى ليها مسؤولية اكبر من كده، ولازم في نفس الوقت كل المعارض اللي في العالم بما فيها الصين هي شركات مساهمة او بيعملها اتحاد الناشرين، وزارة الثقافة بتعمل المعرض مشكورة بقالها سنوات، لابد انها طعم، لان ده مش شغل موظفين. طيب اخر سؤال، لو اتعرض عليك تبقى مسؤول عن هذا النشاط الصناعات الابداعية وتبقى وزير، لا تعملها؟ لا. ما لصالح البلد أو؟ لا لا، اختار لكم وزراء شباب. معاك حق، طالما احنا بدأنا. انت مش كده ولا لا؟ شباب ولا ايه؟ لا، في ناس شباب، في شباب اكتر. يعني انا ده عرضته على ناس قبل كده وقالوا لي اختار احنا ناس. اقترحت ناس، عندنا ناس عباقرة في البرمجيات وفي النشر وفي السينما وشباب زي الفل يقدروا يقعدوا ويعملوا حاجات كويسة، احنا نشجعهم ونرعاهم وهم يشتغلوا. انا بشكر حضرتك صديقي العزيز الناشر الكبير مهندس ابراهيم المعلم، رئيس مجلس دار الشروق، دارا للنشر وصحيفة. بشكر حضرتك على تشريفك لينا، وارجو ان الزياره تتكرر. ارجو ذلك، بس المره الجايه ما يبقاش فيها اسئله كده ورخاخ، نتكلم عن الصناعات الابداعيه. كل سنه وانت طيب. بشكر حضراتكم، بعد الفاصل فقرتنا عن بطاقات التموين.